خلينا نروح نبدأ بأخبارنا، وأول خبر تعازينا لأسرة الدكتور عبد العزيز النمر. دكتور عبد العزيز النمر أحد قامات كرة السلة في النادي الأهلي وأحد أبناء النادي الأهلي، توفى. دكتور عبد العزيز النمر كان تقلد مناصب كثيرة جدا في حياته، وهو رئيس قسم الرياضات الجماعية بكلية تربية رياضية، وكمان هو كان رئيس المؤتمر الدولي الأول لعالم الرياضة والطب، والعديد والعديد. لو قعدنا نتكلم على دكتور عبد العزيز النمر افتقدناه فعلا، بصفة خاصة أسرة كرة السلة أو بصفة عامة الرياضة في مصر، افتقدنا دكتور عبد العزيز النمر. وأكيد احنا كبرنامجنا ألعاب الصلاة هو أحد أبناء هذه الألعاب، فأكيد بنتوجه له بالرحمة وندعي له بالرحمة، وبنقول لأهله الصبر والسلوان، ندعو لأهله بالصبر والسلوان.